لو الحكاية فيها إن فيتو لقيت النهاردة 140 140؟ كم دوز؟ كم دوز؟ كم دوز والضاني 140 والضاني؟ الضاني 140 والبفتيك والكبدة والبفتيك البفتيك 145 والمفروم والمفروم 140 بقطع لك حتة اللحمة وبقطعها هي هي انا شايف الاسعار يعني خلاص لا تعصب خالص سبت على 145 هتغلى هتغلى 5 جنيه انا عصب بتغلى يعني ممكن توصل 155 يعني ممكن توصل 150 150 طب في نسبه اقبال دلوقتي في ولا في اي حاجه برضه محدش هيشتري دلوقتي ويشتري الايام الجايه قبل طب نسبه الاقبال بتزيد امتى قبل العيد باسبوع قبل العيد باسبوع